Your Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I am honored and very happy for the opportunity to welcome you all on behalf of the International Road Federation to this edition of the IRF annual conference being hosted here in Morocco, thanks to generous hospitality of the Kingdom of Morocco and the support of our sponsors for this event. الشركة الوطنية قامت برابع مؤتمر خاص بالتنمية المستدامة بشراكة مع الفيدرالية الدولية للطرق. أهمية هذا اللقاء أنه قبل أسابيع من كوب 27 الذي سيقام في شرم الشيخ بمصر إن شاء الله. فالهدف هو معرفة شنو هما المقترحات اللي خصنا نعملوا ماشي كشركة مي كفيدراليات فما يتعلق بمجال النقل عموما. ونود شرح ما قامت به الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا المجال وما قامت به الشركة الوطنية للطرق السيارة في هذا المجال. كما نحاول معرفة أحسن التجارب التي أقيمت في دول أخرى حتى نتمكن من الاستفادة منها ونقل هذه التجارب إلى أفريقيا، لأن هذا دور الشركة المغربية تود أن تكون رائدة في القارة الإفريقية. فهذا اليوم هو يوم دراسي يفتح يعني تجارب على جميع المجالات فيما يتعلق بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام.